مساء الخير، عسلامتكم ومرحبا في عدد جديد من سبور بلس، الحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع. طوال 5:06 على FM أحلى راديو، حلقة الجمعة 22 أفريل 2022. تحية كبيرة برشا لكل مشاهدينا ومستمعينا سواء كانوا داخل تونس أو خارج حدود الوطن. سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع، مرحبا في سبور بلس. في FM سبور بلس اليوم نحكي قراءة بكل التفاصيل على مباراة اليوم في الليل. الترجي الرياضي التونسي يستضيف فريق سيف الجزائري في إياب ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. شنو لازم يصير في الترجي الرياضي التونسي باش ما يقبلش الأهداف ويضمن تأهله إلى نصف نهائي التشامبيونز ليج؟ شكون عنا قراءة في التشكيلة الأساسية اللي باش تكون بشكل كبير الليلة في المباراة؟ كذلك نرجع على الندوة الصحفية الخاصة بالمباراة، نحكي على وفاق سيف وكل التفاصيل الخاصة بالمباراة. لافيش الكبير اليوم بين ترجي ووفاق الصيف، نحكي كذلك على أفيش أخرى تخص بشكل غير مباشر الترجي، نحكي على مباراة الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي المصري في مراكب محمد الخامس في الدار البيضاء. المتأهل سيواجه الترجي لو تأهل على حساب وفاق الصيف. كذلك نحكي على شأن الوطني، ملعب سوسة جاهز بنسبة 99% ويستضيف مباريات النجم الرياضي الساحلي في البلايوف بشكل رسمي حسب بلاغ وزارة شؤون الشباب والرياضة. ونرجع كذلك بشكل برقي على قرار الرابطة البارح برفض إثارتي نادي الإفريقي وهلال الشباب. تحية كبيرة برشا لكل المستمعين، تحية كبيرة لكل فريق الأعداد، أمير في الإخراج، بشرة في العمل الصحفي، عبير وأيمن الوافي في السيت ويب وفي السوشيال ميديا، وإيهاب ووائل على مستوى الإخراج الرقمي وليفام تي في. سعيد جدا أني بشرفقكم في سويعة من زمان، رحلة تبدأ من توا متواصلين حتى لستة متاع العشية. وسعيد جدا أنه يكون معنا للحلقة اليوم العشية يرجع لنا بعد غياب طويل عمر جمل. مساء الخير على سالة عمر. مرحبا مرحبا أيمن، مرحبا سمير أخوي، محلى الخدمة ما هي أخوي، نجي اخويا نلقاه في الراديو اخويا نعمل معاه جو بالحق. والله سمير اخويا وكل احاديث الجانبيه والكواليس اخويا ديما تلقى ما تحكي معها، ديما تلقى ما تحكي معها. مرحبا ايمن، توحشكم برشا، مرحبا كيف كيف مجتمعي ومجتمعات راديو اي اف ام، كيف كيف مرحبا بكم على اي اف ام تي في. ان شاء الله سويعة من زمان في رمضان خفيفه هكا كالعاده، فيها برشا كوره اخويا. واليوم عندنا افيش بيان سور الترجي وستيف، مقابلة كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله عنا زادة أفيش، لكن في شكل خبر مهم جدا سنيناه برشا، حكينا عليه برشا مرات، اللي هو عودة الملعب الأولمبي بسوسة. رسميا النجم الساحلي سيستضيف مبارياته في أولمبي سوسة. يتفاعل معايا وليد بالعيش، وليد بالعيد العوجي، الملحق الصحفي في جامعة كرة اليد، يقول لي راه غدوة ثم أفيش كبيرة برشا، ديربي الهوند مع ماضي ساعة ونص نهائي البطولة. كليم على الهوند، تحية ليك كبيرة يا وليد، نحبك برشا وليك وحشة كبيرة. مع الأسف الشديد حصتنا تختص في كرة القدم، وعنا ليميسيون متاع نهارة السبت اللي هي سبور زون سبور، ترجع بالهوند والباسكيت وكل التفاصيل. لكن هذا ما يمنعش أنه غدوة نهائي البطولة مباراة سخونة برشا، نستناوها الناس الكل في الجرجاني بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي انطلاقا من ماضي ساعة ونص. سمير السليمي مساء الخير. على سالة سمير. مساء نور، تحية ليك الزروق، تحية لصديقنا عمار اللي هرب علينا أخويا في رمضان، حضر مرتين راه غاتس ليه؟ مفيش غاتس أخويا، ثلاثة مرات يعني مش عارف مشورتي حضرت ثلاث مرات حق حضورك انت في جمعه حضرت ثلاث مرات يا اخويا رمضان، ونحضر في عرسي ونحضر في فيزا ونحضر في مباريات. يقول لك يا عمار وينك، يقول لي حضر في عرسي. والله العظيم والله حضرش يعني ولا يتسبب فيها انا برشا يا اخويا، برشا 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 قضيه يا اخويا، تعرف انت يقول واحد قضيه ما تقفش تقضي قضيه تجي قضيه اخرى من غادي. خطوه تشجع في الشباب شي عرس ولا تهرف فيهم على العرس؟ انت ما فهمتش معناتها تشجعهم تسهل لهم المأمورية، تقولها محليهم القضية نتاع العرس، محليهم كي تمشي الدور وتختار وكالزهيز وكل موسم يودي ما عاد حد شي سيل في الدنيا دي عمار وقال كذا شر دخلانين يحب يعمل كل شيء مع بعضهم، ويحب ياخو فيزا، هو عنده فيزا يحب ياخو فيزا هو عنده فيزا جوجم الراشد جوجم ولا حسنوا. التحية للناس كل تسمع فينا وفرحانين برشا، ونعديو سويعة باهية تحفونا مش كيما حصه البارح كلها محاكم وكلها جلسات وكذا. اليوم خويا نتفقوا على حاجه، 80% كوره هاك ملعب سوسه نحكيوا عليه، الله مصلي على النبي، ونحكيوا على ستيفو الاسبينوس وكل القضايا والمحاكم خويا مر عليها مرور الكرام. باهي اوكي، معناها مانيش حاجه كبيره ياسر، شعنا ما نزيد. والرابطه حكمت البارح وكانه تفاجئنا جميعا بقرار الرابطه كيفاش باش يكون، والشباب باش تمشي للاستئناف، والشباب هبطت بلاغ معناها، وتفاجئنا زاد ببلاغ الشباب
مش شديد اللهجه بالكل وكيفاش تتمقعر بالكل كالعاده حاسيلو. مرحبا بك سمير، مرحبا عمر جمال، مرحبا بكل المستمعين. نخرجوا فاصل ولا نبداو في الحصه؟ نخرجوا فاصل ثم نعود ان شاء الله نبداو في مختلف مواضيعنا لليله. أهلا وسهلا بكم من جديد في سبور بلس. توا 5:13 دقيقة، بعد شوي باش نحكيو على مباراة الترجي والصيف والتشكيلة الأساسية اللي باش تبدا، كذلك نرجع على ندى صحفية اللي صارت البارح وعلى غيابات الترجي. لكن البداية بأخ المستجدات من سوسة. لانفو دو جور. إذن الخبر اليوم أنه ملعب سوسة جاهز بنسبة 99% حسب بلاغ رسمي من وزارة شؤون الشباب والرياضة، وباش يستقبل مباريات انطلاقا من مباراة النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفيقسي في إطار الجولة الثانية. نعرفوا نادي النجم الساحلي المباراة الأولى باش يواجه بن قردان أون ديبلاسمون، ثم سيستقبل النادي الرياضي الصفيقسي. قبيلة شوية النجم الساحلي يصدر بلاغ تقول أنه تعلم الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي أنه بمناسبة اتخاذ قرار بالعودة الرسمية إلى معقل الفريق ملعب سوسة وإعادة فتح مدارجي أمام أحباء الفريق وجماهيرها، فإن تضع على ذمة الأحباء اشتراكات خاصة بمباريات مرحلة التتويج، الفيراج 60 دينار، الشن 80 دينار، جرادان لاتيرال 100 دينار، 120 دينار جرادان سنترال، ولونسانت 150 دينار. دونك فوالا، هنا الخبر من زوز جوانب، أنه رسميا لتوال ستعود وستواجه منافسيها في الملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الجولة الثانية في البلاي أوف. عمر جمال، وبشرة كبيرة هذه اليوم من الجمهور نجم الرياضي الساحلي. نعرف جماهير نجم الرياضي الساحلي ممنوعة معناها باش تحضر في ملعب سوسة توا بريسك عامين ولا ثلاثة. نجم الرياضي الساحلي نعرفوه قوته في ملعبه، قوته في ملعبه، قوته في الجماهير نتاعو، قوته معناها كي تبدا كيما قلنا قبل كي تبدا شيق معناها وسط المدينة وتمشي تلعب في ملعب سوسة. نجم الرياضي الساحلي عانى برشا العامين اللي فاتوا بدون ملعب، بارفوا يلعب في رادس، يلعب في حمام سوسة. نجم الرياضي الساحلي اليوم عنده ملعب، قبل نجم الرياضي الساحلي ما تنجمش تقيم النجم الرياضي الساحلي خاطر تو سامبلومون ما عندوش ملعب وما عندوش أرضية ممتازة. وديما نقولوا نجم الرياضي الساحلي ديما حتى كي يخسر وحتى كي ما يقومش بداء معناها في الشامبيونز ليغ ولا في البطولة نقولوا لا راهو معناها من الملعب. تو نجم الرياضي الساحلي ما عنده حتى شيء يمنعه. نجم الرياضي الساحلي باش يدخل بلاي اوف في ملعب نجم نقولوا عالمي، ملعب سوسة، فما حاجة ممكن ناقصة هي جيت كاملة، لكن بصراحة شنو اللي ناقص؟ ناقص انه الاسم تاع الملعب سوسة يتبدل كيما ملعب مثلا رادس حمادي العقربي. علاش ليه معناه يتبدل يولي سي عبد المجيد الشتالي بصراحه الليجوند معناه واللي عطاه السوسة والكرة القدم التونسية يستاهل، انه معناه على الاقل معناها نسمي استاذ باسمه بصراحه. انت مع فكرة انه تسمي استاذ سوسة باسم اسطورة من اساطير النجم الرياضي الساحلي، والا كما ماشيين فيه في العالم الكل انه يقع تسميته باسم سبونسور كبير يضخ مليارات معناها يولي يتسمى استاذ باسمه معناها؟ والله شوف، سبونسور يحب يحط بيبليسيتي، يحب يحط حاجة على في التيران اوكي، لكن الملعب باش يتسمى بصراحة يعني نمشي وفي في التمشي معناها متاع انه الناس اللي عطات معناها، وخاصة مش فما واحد عطاه، سي عبد المجيد الشتيلي عطاه برشا الكرة القدم التونسية، ما عطاش كل نجم الرياضي الساحلي. معناها ابسط الحاجات اني نسمي معناها استاد هذا باسمه، وسبونسور كما قلت اوكي هو توا مالوروزمون معناها الدنيا ولات تمشي كلها بالفلوس وكل شيء، معناها ما تنجمش تحرك بلا فلوس. يضطروا انهم باش يسميوا ملعب معناها خاطر هو باش يضخ اموال وباش يبدا عنده فلوس، لكن حاولوا نلقاو له معناها حل، ونحاولوا كيما قلت لك نحب اني الملعب هذا معناها ونتمنى زاد انه يسميوه معناها ملعب عبد المجيد الشتيلي خاطر بصراحه على اللي قدموا كرة القدم التونسية ككل. واضح جدا. سمير، هنا نجم ناخذ الموضوع من عديد من الزوايا. ساعة مبروك وبشرى كبيرة ياسر اللي حبيه النجم الرياضي الساحلي، للنجم الرياضي الساحلي، لمدرب النجم، لملاعبية النجم الرياضي الساحلي، للناس الكل، كل محيط في علاقة بالنجم الرياضي الساحلي. لكن رياضيا شنو ممكن يستفيد النجم الرياضي الساحلي؟ شنو اللي افتقده النجم الرياضي الساحلي في السنوات الفارطة وقت اللي بعد على الاستاد نتاعو في سوسة وباش يعاود يلقاه تو
حلة جديدة ب 45 ألف متفرج، بالجازان الزربية جديد، بالفلوس اللي باش تدخل، بالليروبير اللي كانوا ضايعين وباش يلقاوهم توا، شنو نجم يستفيد الرياضي نجم الرياضي سحلي؟ كيما واحد كاري كيما واحد ملاك، وكاري مش كاري على طول، له كاري كل مرة في بلاصة، مرة كاري هنا ومرة كاري غادي، وكل مرة ينقل من البقعة البقعة كيما واحد ملاك في داره هكا ولا لي روبير نتاع لي روبير نتاع لي روبير يعرفهم، الغازون نتاع الغازون يعرفوه الملاعبي هكا ولا عمار بيان سور بيت سي نورمال. لي روبير نتاع عينيك مغمضه، انا كي نلعب في المنزل عيني مغمضه، عمار كي يلعب في اولمبي سوس عيني مغمضه، تو فهمت سي دي روبير اللي باش ترجع للاتوال. لكن حديثنا ربما مش بايجاز، اش معناها بنسبة 99% ملعب سوسة جاهز؟ ما انت فاهم 1%. 1% شنو هو؟ هل انه 1% الكراسي ل 40000 كرسي اللي مازالوا مركبوش؟ نتصور. باهي. هل انه ال 40% البيست اللي مازالت ما تعملتش؟ ال 1% هذه البيست اللي مازالت ما تعملتش؟ تعملت هي البيست ما مازالت ما حضرتش 100%. مرات باللون الاصفر. انا ما نشوفها كان ملونة. ما نشوفها كان ملونة باش نعرف حاضر. هل انه تابلو حاضر ولا صبوره؟ لا كيفاش تقول لي 1% يا مان؟ ياك كل شيء مش حاضر، وليفستير تعملوا بصفه مزروبه ماهوش حاضرين 100% كما يلزم. اسكو لي تونشيتي زاد تعملت ولا لا؟ اللي حاضر شنو هو؟ اللي حاضر الغازون ماتش في الجمعه برخصه، وكان رئيس مصلحه الشباب والرياضه في بلديه سوسه والرياضه في بلديه ساكولا المهندس المسؤول على المشروع اخذناه معنا، قال نسمحوا بماتش واحد في الجمعه وبدون تدريبات. وبهي سي بيان اي طون ميو. دونك الغازون حاضر الماتش، الفيستير حاضرين، وربما غرف الفار حاضره خاطر الفار بصفه اجباريه، مي سينو الباقي الكل مازال مش حاضر ياك ولا عمار. لكن حاجه مهمه انه النجم الرياضي الساحلي يرجع للميدان نتاعو والجمهور يرجع يشجع، وهذا عامل مهم برشا 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 للاسعد جرده للملاعبيه وللناس الكل، باش كي خاطر ملعب سوسه مش كيما ليتوال تلعب في سوسه، سامحني كيما تلعب في حمام سوسه. سيكون معتهم في صراع التتويج باللقب عامل من العوامل، اذا كان انت عندك تيران في الزينه ذاك وفي الواحد ذاك وعندك الجمهور اللي مش يجي راهو جمهور كبير نتاع ليتوال وما عندكش فريق تنجم تعمل شيء هكا ولا شي. يلزمك مع هذا الملعب راهو مش يعاون برشا، راهو مش يعاون، لكن بشرط انه لاسعد جرده وملاعبيته يكونوا في مستوى النجم الرياضي الساحلي. مو ملاحظه تاع عمار قال باسم الملعب عبد المجيد شتيل وهو رمز كبير، لكن في النجم عندهم اسامي كبيره، حامد القروي المرحوم محمد القروي، شكون باش ترضي عثمان جنيح وخدمه اللي خدمها في الاتوال، ورمز عبد المجيد الشتالي ما تنجمش عملوا كيما وملاحظتك انت باهيه، ملعب سوسه ياخو سبونسور باش تدخل ملياردوات لتوال، ومدرجات يا اخي سير اليكس فيرغسون عنده مدرج نتاعو باسمه في الاورترافورد اللي عملوا سير اليكس فيرغسون، مدرج لكل مدرج يسمى باسم اسطوره، مدرج يسمى باسم رمز من رموز النجم الرياضي الساحلي. وينو هالسبونسور؟ وينو اي ميسيرش كي يجي سبونسور نسميه كنزم، كي تيران كي تسمي تيران باسم شخص انا معاه، انك حماد العقربي بيان سور، عبد المجيد الشتري بيان سور، وغدوة كي يجيك سبونسور يقول لك نعطيك 40 مليار خويا انا ونحب الملعب باسمي، تنجم تنحي اسم الشتاري؟ تنجمش معناها انت صعيب برشا سمير، خلينا نكونوا واقعيين في كرة القدم وفي البطولة الموجودة باش يجي هكا. سيمال القروي قال عنده مستشار اجنبي، عمار انا عطيتك مثال، واذا كان مش تسمي اسم الملعب سوسة باسم شكون شخصية رياضية لسنوات وسنوات باش يقعد ولا بعد 10 سنين الحين ربي 20 سنة اي مش طاو جا سبونسور قالك نحب ملعب سوسه باسمي انا مش نجم بدلو والله ورطه هذيا دونك انا معاه، ولا تيري اونري حطوا له الصمبه نتاعو قدام الملعب هذوكم دي جيست ينجموا ترابيهم للجميل للناس مع المحافظه على مواردك الماليه، لكن في الاخير فرحانين برشا للنجم الرياضي الساحلي انه باش يرجع للتيران نتاعو. في 5 ثواني الفرق المنافسه للنجم الرياضي الساحلي في البلاي اوف لازم تقرا حسابها وتخاف؟ اكيد تقرا حسابها وتخاف، توا النجم الرياضي الساحلي رجع الملعب نتاعو باش يرجع حسب راي النجم الرياضي الساحلي، لكن كما قال سمير الملاعبيه والمدرب معناها عندهم دور كبير في البلاي اوف. باهي واضح جدا، دونك مبروك مره اخرى للنجم الرياضي الساحلي ولملاعبيته ولجماهيره انهم باش يرجعوا من جديد للملعب الاولمبي بسوسه في نسخته الجديده في الحله الجديده نتاعو. نحن زاده متشوقين باش نرجعوا نتفرجوا مره اخرى في استاد سوسه الاخراج كيفاش باش يكون فوالا. دونك عندنا برشا على بيان سور تنجم تستفاد منه دي سي في
جوان عندها ليكيب ناسيونال ماتشويت دو ماتش يضر تنجم تلعب في ملعب سوسه علاش لا باهي. ومهم جدا زاد الضغط اللي عملوه الجماهير وسائل الاعلام الضغط على الوزاره على الناس المعنيين المقاول معناتها في كل مره تصير وقت اللي بطء في الاشغال وصبوا الفلوس ما صبوش المقاول تبدل اكسيتيرا ديما فما ضغط ديما صارت بريسيون فهذه مهم جدا. الخبر الثاني يخص الموضوع الشابة دونك قضية الافريقي والشابة رفض إثارة الشابة ضد يوسف العلمي ورفض إثارة النادي الافريقي ضد توفيق المكشر تم قبولهم يعني شكلا ورفضهما أصلا بما يعني إقرار نتيجة الحاصلة على الميدان أي فوز النادي الافريقي بنتيجة هدف مقابل صفر. في انتظار الخطوات القادمة في هلال الشابة أنه بش يصير الاستئناف ولو أيد الاستئناف هذا القرار سيقال الاتجاه الى التاس. هذا ما عندي من معلومات انه في كل الحالات باش يمشيو للتاس. عندك ما تعلق في خصوص الموضوع هذا ميزاجور ولا عنا بلاغ زاد نتاع الشاب البارح انه قال ما كناش مستغربين من القرار ولا انه فما نوع من الكلام ما نجمش نقولوه معناتها في اللونتين معناها في علاقه بالنحل والفرزه الزوما. شوف والله بلاغ معناها رديء شويه بصراحه وما ما يخرجش معناها على فريق كبير كما هلال الشاب. وخلينا نقولوا انه ليش قلق كثير بلاغ شنو ما فهمتش لجنه عبد المعطي اخلاقيات ولا الماريونيت ولا الفرززو فرززواني بالله والله عجبني كما قال سير مصف مخي ما كلام عجبني الفرززو بصراحه والله تعرف اي من حاجات والله حاجه تحشم كي نشوف بلاغ هكا حاجه تحشم. راهو هلال الشاب عنده جمهور وعنده ناس وفريق كنا معناها قلنا شجعناه كيفاش معناها من الكاتريم ديفيزيون نلقاوه معناها يلعب في الرابطه الاولى ونلقاوه معناها عمل مواسم ممتازه جدا وكان من عنده من احسن ليفيكتيف. شوف هلال الشاب طاح دوزيام ديفيزيون ما راهو ماهوش عيب انك تطيح درجه ثانيه لكن العيب انك تقعد كل مره تعمل في المشاكل وحتى وانت تحط دوزيام ديفيزيون تقعد انك تعمل في المشاكل وتعمل في البلاغات واللي هو نورمالمون انك تتلاها وتحضر فريق وتحضر المدرب وتحضر جمعيه باهيه باش انك تعود العام الجاي تلقى روحك في الرابطه المحترفه الاولى وتلقى روحك مع الناس وتلقى روحك معناها مع الفرق الكبيره. اما هذا ما يمنعش انه لو كان عنده حق قضائي ومسار يمشي فيه فمن حقه. هلال الشابة ايمن خسرت في الكوره رفعت الاقلام وجفت الصحف باش تقعد تعب في روحك وهو من هنا بلاغ شنو باش يرد باش يرجعك انت البلاغ هذا ولا كي تمشي وتشكي هذه خسرت كرويا. الهلال الشاب حكينا فيه الموضوع والتاس ومن بعد اي ومن بعد التاس باش ترجعك ماشي باش ترجعك التاس انت تحت دوزيام ديفيزيون. اني نصيحتي الرئيس هلال الشاب وللشابيه خاطرني معناها بالحق اني نعزهم وديما نمشي معناها بحذاهم انهم يتلاهوا يحضروا جمعية للموسم الجاي وفات الحكاية ماهيش نهاية العالم انك تطيح درجة ثانية. سمير كان نبعدوا على الجانب نتاع صحيح غلط قرار الرابطة للسيناف التاس نبعدوا على هذا الكل. في كل حالات باش نقاو رواحنا في وضعية نتاع انه البلاي اوت مهدد انه يتلعب ولا ما يتلعبش لو يتلعب شنو باش يصير لو انصفت التاس هلال الشابة لانه اذا كان انصفته باش يلقى روحه هلال الشابة في البلاي اوت من المفروض يلعب بلاي اوت دونك هل يتلعب البلاي اوت ما يتلعبش البلاي اوت يتعلق نشاطه الى حين البت نعم ام لا. كذلك على مستوى البلاي اوف نعرف هنا اللي صاير هذا الكل على ثلاثه نقاط حوافز تاع النادي الافريقي لو هوني تو نمشيو ابعد حاجه لو التاس القرار نتاعها جد جاي ضد القرارات هنا نتاع الهياكل المحليه في تونس هنا الحسبه كيفاش باش تصير اسكو زوز نقاط حوافز يقعدوا يتنحاو كيفاش باش نبداو البلاي اوف اسكو باش نبداو البلاي اوف في انتظار انه يقع البت في الموضوع هذايا لو يتوج فريق بنوعيه معينه من الـ من الـ من النقاط ويقع يا سيدي هات نقولوها لو يتوج مثلا النادي الافريقي فارق نقطه على النجم الرياضي الساحلي وتوج بالبطوله ثم التاس فوالا ثم التاس ترجع تولي نجم رياضي ساحلي هو باش يتو اعطينا اكزامبل معناها فهمت كيفاش دونك هذه اللخبطه نسانيو فيها ونحضروا روحنا ليها بالكدا بالكدا سنتر. صحيح مالوروزمون صحيح. والتاس كيما تعرف انت معناها كنتي في القضيه الاخرى نتاع الشابة قاعده تجي عام هكا ولا 7-8 اشهر مع استعجال النظر ما الجاذيه كانت قدمت هلال الشابة وهو ذاك المنطق يقول انه هلال الشابة باش تمشي
للتاس اذا كان بعد الاستئناف يمشي للتاس ليش قالوه بعد هو المسار ثم الاستئناف ثم التاس بون في التاس مش مش يقعد يقعد 7 شهور اخرين البطوله وفات دخلنا في بطوله اخرى في كاس العالم وفات هيك ولا 7 شهور كاس العالم وفات شو مش تعمل معناها مأزق كبير ياسر معناها كبير ها كبير برشا توم بون في الاشكاليه الاخرى عادت رجعت خذت حقها الشاب وعادت رجعت للرابطه المحترفه الاولى وفي هذه خاطر هي مش مربوطه بنفسها فقط هي النتائج نتيجه الحكم هذه مرتبطه بنتائج اخرين تاع فرق اخرى هكا ولا ولا دونك هذيك المشكل اللي مش يصير كان جال الشابه فقط ترجع الشابه ترجع مرحبا اما لكن مربوطه بفرق اخرى وتيوح وتتويج وكذا تتويج. هذا كله هذا كله معناها نقاط استفهام عديده. انا نقول الشابه من حقها انها ما تسلمش لاخر دقيقه وتعمل طرق الكل القانونيه بطبيعه الحال سواء في المحاكم التونسيه ولا في المحاكم الدوليه اللي اعيب واعاتب عليه طريقه الـ 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 صياغه البلاغات صياغه البلاغ هل انه اللي كتب البلاغ هذايا يا رسول الله ينجم يقراه على امه ولا على بنته قل لي بصراحه اذا كان تحط الفرزز وكذا عيب لا يرتقي ما مش متاع الشاب مش متاع اساتذه كبار معناها ويترافعوا كذا يجي بلاغ بالطريقه هذه ثم عبد المعطي اخلاقيات ما تمس في الانسان في ولا العربي الماريونات عيب نمسوا الناس معناها في شخوصهم في كذا انتقدهم كيما تحب انت لكن راهو حاجه ما تليقش بفريق الكلنا نحترموه ونحبوه وان شاء الله تكون معنا من حقهم انهم يتغشوا ويتنرفزوا ويحسوا روحهم مظلومين هذا كله من حقهم ولكن صياغه الواحد ما انا صراحه ما عجبنيش بكل في كل الحالات انه حسب زاده نفس البلاغ انه نهار الاثنين باش تصير ندوه صحفيه تقول هلال شبه انه باش تكشف فيها للراي العام الرياضي بالدليل وبالبرهان حجم الحيل والخزعبلات التي وقع اعتمادها لتحريف مسار العداله في هذا الملف بالذات هذا ما جاء حرفيا في بلاغ هلال شبه دونك ننتظر الندوه الصحفيه يوم الاثنين المقبل خبر خير نكملوا به قبل ما نفتحوا ملف المباريات المسابقات الافريقية الافراج على عبد السلام اليونسي البارح تم في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الافراج على رئيس سابق النادي الافريقي عبد السلام اليونسي عائلة اليونسي قامت بتوفير مبلغ مالي هام وإيداعه بالخزينة العامة مقابل اطلاق سراح ونعرف ناس كل انه القضايا متاع شيكات دون رصيد وكان موقوف منذ شهر فيفري الفارت بسكوك بنكية تقدر بحوالي 2,745,000,000 مع 78 سنة سجن هذا في خصوص عبد السلام اليونسي فقط حاولنا نتصلوا بالمحكمة الابتدائية بأريانا لناخذوا أكثر معلومات فمش ممكن ناخذوا معلومات رسمية من المحكمة لأنه ثم برشا قضايا في الاستئناف ومهمش القضايا الكل عند المحكمة الابتدائية بأريانا خاطرهم صار الاستئناف دون قلت مجوش نحكيوا على قضايا معينة موجودين في محكمة أريانا وما نحكيوش على قضايا أخرين معناتها دونك ممنوع عليهم التصريح في الموضوع هذا أنا ما نعرف على عبد السلام الحمد لله عليه عبد السلام اليونسي الشيكات كلها ماشيه كانت مصاريف للنادي الافريقي فما سوء تصرف لكن عبد السلام اليونسي نعرفه مليح ملي ما يهزوش النادي الافريقي بالعكس ويعطي لكن سوء تصرف خليته يدخل في موضوع الشيكات هذه الحمد لله على سلامته وضعه الصحي ماهوش باهي بالكل وانه يكون موجود في داره فحتى على المستوى المعنويات بالنسبه لي هو حاجه باهيه في انتظار تسويه الملفات هذه على مستوى الشيكات مضي ساعه ونص نتاع الليل خرج ما نعرفش علاش مضي ساعه ونص علاش ما كيكه في الليل مخ بالحق كيك والله ما نعرفش كيك المشي ما نعرفش كل مره واحد يدخل العباد علاش مضي ساعه نتاع الليل يخرج ما نعرفش انا بدي ما دخلتش قبل الحبس الحقيقه لا لطف عليك لطف عليك لطف عليك اخويا مي مضي ساعه ونص انا والله قعدت بيت مضي ساعه ونص حتى واحد ما عنده واحد ما عندوش عائله سيدي وخرج مضي ساعه ونص يعمل يمشي على ساقيه ياخذ تاكسي يوصل العريض تاكسي ما عندوش فلوس هو خارج من السجن اي نحكي وين نحكي وفق سيف الترجي الرياضي التونسي رقم نتاعنا نتاع اليوم 3 نكتشفوا الرقم في علاقه بالترجي
شيفر دو جور. ايا سي عمار، ثلاثه تغييرات منتظره في تشكيله الترجي الرياضي التونسي اليوم في مقابله وفاق سيف. نحكي هنا ثلاثه تغييرات مقارنه بمباراه الذهاب. عن الشتي بشيخ ومكان بن حميده، عن بن حموده بشيخ ومكان كينغسلي ايدو. هذوما زوز تغييرات فنيه، خيارات فنيه من المدرب، وعن خيار اجباري بسبب اصابه صابر بوغرين بشيخ ومكانه حمدو الهوني. ثلاثه تغييرات يخلينا نحكيوا على تشكيله محتمله انه فيها بن شريفيه توغاي بدران الفادع الشتي كوليبالي شعليلي بن رمضان هوني ايولاء بن حموده. تنرجع له باكثر تفاصيل، لكن تعليقك عمار على الرقم هذا، ثلاثه تغييرات، بن حموده مكان ايدو، الشتي مكان بن حميده، هوني مكان بوغرين. واضح واضح انه المدرب مشى معناها في الملاعبيه الاوفنسيف اكثر. بصراحه الشتي تحب ولا تكره اوفنسيف اكثر من بن حميده. محمد علي بن حموده اللي هو افضل من 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 يدوك، خاطر نعرفوا معناه يلعب مهاجم الترجي، يدوك يلعب ممكن بظهر ويعطي يعطيك الحلول معناها تكون ما هوش كيما بن حموده. بن حموده معناه احسن حاجه في بن حموده انه عنده وين يتمركز، يعرف وين يتمركز ويسجل اهداف اكثر، خاطر موش هداف يدوك يدوك بصراحه موش هداف. نقعد معك في النقطه هذيا عمار. هنا غالبا انه يقولوا المحللين الفنيين انه كينغسلي ايدو هو مهاجم محطه ستاسيون، اللي هو مش نفس بروفيل بتاع بن حموده اللي هو على ما يبدو حسب ما فهمت من كلامك انه يطلب كره في العمق ولا يتمركز. وهنايا ولا خصال مختلفه في مباراه اليوم في رادس، شنو ينجم يكون عنده فافور بن حموده اكثر من ايدو بارابور المعطيات هذه؟ والله اول حاجه انه الترجي اليوم باش توصل برشا كور المهاجم، انت في حاجه اذا كان في مقابله اليوم تلعب على ارضيه ميدانك ومطالب انك بتسجل اكيد باش توصل للمهاجم برشا كور. بن حمودة نعرفوه معناه يوصلوا له كور، اذا كان يدوك توصل لك كور انت باش تقعد تلعب معناه بظهرك وكل كره ترجعها لتالي، ماكش باش تلقى الحلول، ماكش باش تعطي حلول قدام خاصه في العمق في الترجي الرياضي التونسي. بن حمودة لا، بن حمودة تلقاه معناه ديما خاصه في الـ في الـ في الكرات معناه اللي يبداو سونتراجيت معناه يبدا كوسوسوا على اليمين ولا على اليسار، ديما تلقاه برومي بوتو، ديما تلقاه عنده ما يخرجش الكره بظهر، ديما تلقاه يطلب معناه في ظهر المدافعين. هذيك ممكن الحاجه اليوم اللي لازم بن حمود يلعب، خاطر بن حمود زاد كيف كيف تحب ولا تكره معناه بيتور على ايدوك. ايدوك معناه يخدم صحيح، يعمل في برشا خدمه ويخدم في خدمه صحيحه، خاصه كي شفناه في الجزائر عمل برشا خدمه معناه، لكن بن حموده ديما نحبذ انه يكون خاصه في المقابلات اللي تبدا في تونس نحبذ بن حموده انه يكون راس حربه. الشتي كيف كيف معناه بصراحه افضل من بن حميده في هجوميا افضل. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله يرجع للفورمه نتاعو، الفورمه اللي نعرفوا عليها الحمد لله معناه كوسوسوا مع المنتخب الليبي ولا مع الترجي الرياضي التونسي. الحمد لله كان بعد ما خرج انيس البدري كان من افضل ما فما في البطوله ومن افضل ما فما في افريقيا، ما نعرفوش علاش المستوى نتاعو رجع تراجع شويه. ان شاء الله ان شاء الله اليوم يرجع للفورمه نتاعو اللي عود عليه جمهور الترجي وعود عليه جمهور التونسي. تعتبرها تشكيله منطقيه باش تدخل بها اليوم راضي الجعادي؟ منطقيه، وقلنا انه راضي الجعادي تقريبا لقى الفورماسيون ولقى معناها الملاعبين الاساسيين للترجي الرياضي التونسي، والتشكيله هذه حسب ما نشوف فيها تشكيله هجوميه. سمير تحدثنا شويه على التشكيله هذه البارح وقلنا باش نتعمقوا فيها اليوم. فلنتعمق يا سيدي. باهي الرباعي الشتي الفادع توغاي بدران في وسط الميدان. سؤالي اللي يكون في وسط الميدان، اي تركيبه منتظره قراءه نحن توا مش باش ما نعرفوش شنو، مي كيفاش ينجم كومبوزيسيون نتاع كوليبالي ونتاع الشعلالي ونتاع برمضان. المعطى الثالث اللي هو في الجانب الهجومي انه الهوني خذا مكان صابر بوغرين، دونك هي العوده على زوز اجنحه كلاسيكيين، الهوني ايولاء وراس حربه اللي هو بن حموده. القراءه كيفاش نجم تكون بارابور للتمركز نتاع اللاعبين؟ قبل كل شيء باش نعطي كلمه على ستيف باش ندخل في كيفاش يفكر الترجي الرياضي التونسي. وفاق ستيف عامل 0-0 مع الاسبيرانس وكان ينجم يخسر في لالي في التيران نتاعو. جاي الرادس لانه باش يسكر باش يقول لك نوصل 0-0 فماشي كره ثابته ولا فماشي كونتر هكا ولا عمار كان خطفت لي بنا 0 وكانوا كذا نمشي لل 0-0 نمشي للبلانتيات. دونك ايش باش يعمل؟ باش يلعب تقريبا باتاكون واحد وخمسه ملاعبين في الميليتيران مع 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 اي فوالا مع اربع مدافعين. دونك باش تلقى بلوك دو 4 ثم بلوك دو 5 ثم مهاجم واحد باش يعطل الكره. وين البلوك هذا باش يكون تحت الخط نص الميدان نتاعهم هما هكا ولا واضحه الامور بالنسبه لوفاق ستيف باش يلعب على اسباس وعلى كونتر.
خمسة ملاعبية في المليو تيران تاع وفاق السيف شي زمانهم في الترجي زمانهم على الأقل خمسة ملاعبية على الأقل نتاع المليو تيران تاع الإسبرانس. دونك أنا باش نجيو للترجي الرياضي التونسي، أنا تمركز اللاعبين هذوما مانيش موافق عليه، لأنه التمركز هذايا فوسي نيكولي بالي وغيلاني الشعلاني فرد خط يعتبروا تعتبر طريقة دفاعية أكثر من لعبها الإسبرانس. أنت الإسبرانس في السيف كيفاش لعبت في ألجي؟ لعبت كولي ولعبت بالرمضان ولعبت غيلان دوبيستان، لكن ثم بوغرين تنجيو تنجيو. دونك انا كي مش تحطهم سير لاميمليني غيلان وكوليبالي مش تولي اكثر دفاعيه، تقول لي انت باش يخرج الفادع والشتي والوليبر على مستوى الهجوم، مش نجم تكوفري اذا كان يطلع الشتي ولا يطلع الفادع تلقى كوليبالي وش عليه. لما ترجع على الماتشوات الاربعه خمسه تاع الاسبيرانس ديما تلقاهم تروا اللي هما توغاي بدران وكولي تريو ما شاء الله كسوا في الطول فوق المتر وتسعين وكسوا في السرعة وكذا، ثم تعطي الحرية للترو بتاعك، ماكش في حاجة أنك ترجع الشعلاني دانكران ترجعه للميليوتيران تخليه قريب من الهجوم أفضل من أنك ترجعه، ما تلعبوش يعني نفس الخط مع كولي. هذه النقطة الأولى. دونك أنا حسب اعتقادي دو زاكسيو مش يكونوا جزائريين الاثنين بدران توغاي، الفيدا عنده الحرية أنه يطلع وماهوش مش يطلع حر كيكا، عنده منافسين وعنده كذا وعنده عنده أدوار دفاعية، والشتي نفس الشيء، لكن عندهم كمان الحرية. التغطية وين تكون؟ تكون أولا بالتريو اللي ملتيلي، لكن خاصة عمار كي يطلع الفيدا مش تلقى غيلان مغطي عليه لأنه يعني هو في الكلوار متاعه هكا ولا، وكي مش يطلع الشتي مش تلقى بالرمضان مغطي عليه، ومش تلقى قدام الشتي مش تلقى الهوني، ومش تلقى إيوالام الغادي مثلث في الريكوبيراسيون قصوى على اليمين وعلى اليسار، وهنا عملنا ليكيليبر متاع ليكيب. لكن في نفس الوقت فما توجه هجومي. علاش قلت غيلان وبالرمضان دورهم أساسي؟ أولا في التوازن في الميليوتيران، وانا كنت تكلمت على خمسه ملاعبيه نتاع ستيف، لازم تكون عندك خمسه ملاعبيه من الاسبيرانس اللي هما شكون؟ اللي هما فوسي نيكولي بالي بالرمضان و و و و غيلان الشعلاني، معاهم شكون؟ معاهم يا هوني يا ايوالا، في نفس الوقت معاهم رائد ومعاهم الشتي. هنا اللعبه وين مش تصير، ثم من بعد نستعملوا الاسباس. تو كلمه باش عمار ربما يحب يدفع معايا على بوغرين. بوغرين وقت اللي يلعب ماتشوات مع الاسبيرانس كي تبدا الكره عند لارير دروا نتاع ليكيب المنافس، بوغرين هو اللي يمشي. دونك بوغرين راهو يلعب على اليسار، مي وقت اللي الكره تكون عند الترجي التونسي بوغرين يدخل للميليوتيران باش يسرح بن حميده ولا يسرح الشتي. دونك هناك نشوفوه نحنا، كي نشوفوه نحنا نشوفوا بوغرين يلعب باللوزونج هو لام سي با فري. انا اكثر من هكا نمشي معك، خاطر دور نتاع بوغرين انا عجبني ياسر، وايوالا تغيير المراكز يخلي المحلل اللي عندنا ناس تتفرج يقول لك يلعب بالطريقه هذه ويلعب كل واحد راهو حر في التقييمات نتاعو. بالنسبه لي انا الترجي التونسي يلعب باربعه مدافعين محوريه الاطراف، يلعب بكولي، يلعب بزوز ملاعبيه غيلان وبرمضان، ويلعب زوز اطراف اللي هما يتغيروا في الاماكن نتاعهم مع مهاجم تاعو بعد نحكيوا عليه. لكن ممكن حسب ما نشوفه ممكن بالك رضي جعادي باش يمشي انه يلعب فوسيني كوليبالي ويلعب قدامه غيلان وبرمضان فوالا، ما نتصورش خاطر مش في نفس الخط، ما نتصورش، لا ما نتصورش، صعيب ياسر، صعيب ياسر، صعيب ياسر. عامل 0-0 في الجزائر وهوني حاجتك معناها باش تسجل، بصراحه صعيب برشا انه يختار الطريقه الدفاعيه، خاطر كي يبدا كوليبالي وغيلان فرد خط تولي الطريقه الدفاعيه معناها في 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 تونس. معناها نتصور اني باش يكون كوليبالي في قدام الديفونس، وباش يكون بالرمضان وغيلان معناها على مستوى الاولويه معناها في الحلول معناها الهجوميه اكثر. باهي، في انتظار انه نشوفوا كيفاش باش يكون الرسم التكتيكي، لكن في الحالات الكل باش نلقاوه هنا حمد الهوني على اليسار، ايوالا على اليمين، وبن حمودة كرأس حربة. راضي جعادي، خلينا نسمع راضي جعادي ونرجع نحكي مازلنا باش نكملوا نحكيوا على مباراة راضي جعادي. تصريحه في الندوة الصحفية، تحدث على غياب بوغرين، تحدث على أهمية المعوضين، نسمعوا تصريحه. On domine le match, on crée 3 occasions, 4 nets.
نكون كما عملنا هذيك ولا اكثر وندمين ونلعب ونعمل الريتوال اللي تعودناكم به توا اللي مو الاخرانيين وقلت ربي هو كونكريتيز صحيح صابر الامباكت نتاعو من اللي جاي اللي نوزا دوني ان اكليب صابر الامباكت نتاعو سيتي امباكت كيف كيما ايدو كيما بن حمود كيما لي زوت جوار هاني دونك بالنسبه لي نحنا اللي باش يعاود صابر انا دي toujours toujours l'habitude l'habitude باش je m'adapte j'adapte le système aux joueurs où je sais معناتها de donner une valeur aux joueurs et puis je trouve que l'équipe donc inchallah pour travailler les باش يعاود صابر معناتها يعطي impact bien sûr technique tactique de l'équipe et aussi individuel يعاون l'équipe. هذا ذن راضي الجعادي يتحدث على عديد من المعطيات. كنت طلبت الكلمة عندك ما تعلق زيادة بارافور للتشكيلة وإلى المباراة بعض الملاحظات وأنا متأكد أنه عمار بشي تفاعل معايا تفاعل كبير. أولا الساعة الماتش راهو حصيلة نقول احنا بلغة الكورة الترجي التونسي أفضل فنيا وبدنيا واللي تحب انت وهذا أكدوا في ماتش لالي ستة بونت والإسبيرون ضيعتهم في لالي دونك في الرتور شنو يلزم يلزم الفرصة الأولى ثانية تتمارك هكا ولا عمار سينو مش تولي مش تولي تدخل في الدود. ثانيا واهم حاجه وهنا عمار شت فيها على معايا قد ما الترجي الرياضي التونسي تسيطر وتهاجم وتخلق في الفرص قد ما الثلاثي نتاع الدفاع يحطوا 4 و10 عينين على المناطق الدفاعيه وين فما المساحات صحيح عمار ولا على خاطر قد ما انت تسيطر خاطر توا نتكلموا على رائد الفادع يلعب الهجوم وشتي مش يلعب الهجوم اي والتوازن وينه قد ما انت تهاجم وتسيطر قد ما لابد انك تحتاط وتحتاط وتحتاط من كل كره ضايعه واذا كان هنا من بعد نحكيوا على الصيف شويه اذا كان جابوا مش يلعب في مركز تحت المهاجم وهذه النيه ربما ماشيين فيها راهو يقعد ديما ملاعب يختير كسوه في التمريرات ولا في السرعه نتاعو وجب الانتباه. نقطه اخرى مهمه برشا هي عنصر الكرة الثابتة. الترجي التونسي يتميز بالطول القامة أكثر من المنافس متاعه وبالتالي يلزم استغلال الكرة الثابتة عندهم لتيرور وخاصة بالرمضان ولكن عندهم في الريسبسيون شكون نتكلم على بدران نتكلم على توغاي نتكلم على كولي وغيره من اللاعبين يحفقوا الكرات الثابتة واللعب الرأس. هنا نكملوا مع مباراة الترجي عمار نتيجة الذهاب 0-0 أكثر نتيجة مخترة بالنسبة للفريق الذي يستقبل في الإياب لأنه الإكواسيون المعادلة ما بين أنك تسجل أهداف لازمك تسجل أهداف الملعب متاعك وضرورة عدم قبول الأهداف الشيء اللي خلينا نحكيه على توازن كان يحكي عليه سمير السليمي الإكواسيون صعبة برشا بعض. شوف الأول حاجة 0-0 سكور بيش معروف مش كما 1-1 مش كما 0-0 ترجي أفضل من ستيف على جميع معناها المستويات هذا معناها ما فيش كلام. الترجي الرياضي التونسي وستيف كي تفرجنا معناها في الجزائر شفنا فريق برك يلعب لكن اليوم عندك مقابلة أخرى في رادس والترجي الرياضي التونسي مازال متقالش في محقيقة أخرى لازم الترجي الرياضي التونسي أولا ما يقبلش الهدف ثانيا باش تجيك معناها فرص مش مسموح لك انك تضيع كميه الاهداف اللي ضيعتهم غادي في تونس بصراحه لازمك اول فرصه تحاول معناها تسجلها باش انك تسهل المقابله على روحك وخاصه انك تسجل معناها من الاول باش تدخل في المقابله كما يلزم. لذا الترجي الرياضي التونسي اليوم اللي باش نخرجوا به الكونكليزيون نجموا نخرجوا بها اولا ما تقبلش اهداف ثانيا تحاول معناها تسجل اهداف وتسهل المقابله على روحك والترجي الرياضي التونسي أفضل من ستيف معنا كما قلنا على جميع المستويات بصراحة. إذن الترجي الرياضي التونسي ووفاق سيف نذكروا انطلاقا من 10 متاع الليل نتيجة مباراة الذهاب 0-0 الإياب الترجي مطالب بتسجيل أهداف ومطالب بالفوز مباراة تدور دون حضور الجمهور. في المقابل ثم مباراة أخرى تهم الترجي الرياضي التونسي بشكل نعش شكل مباشر للغير مباشر ما في صورة تأهل الترجي بشي واجه الأهلي وإلا رجال مباراة الذهاب تلعب زيادة مع 11 متاع الليل بوقت تونس بحضور 70,000 من جماهير الرجال. الفائز من مباراة الذهاب سيواجه الترجي باش نحكيوا عليها بعد الفصل. انتم تسمعوا في اي اف ام سبور بلس سبيسيال رمضان مع ايمن زروق على اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا مرحبا من جديد. توا 5:47 دقيقه تسوش نحكيوا على مباراه الرجاء والاهلي المصري.
تاك وتاك. دونك الذهاب في مصر وفي 2-1 مع كم غير عادي من الفرص الضائعة للأهلي المصري. كذلك ما ننساوش الحادثة الشهيرة متاع الفار ولونجل هذا من ما من غاديك في سيق ما فهمنا التوى اللي فهمنا حد شيء والفار كيف ما فهم حد شيء. انتوكا لاليو في 2-1 والإياب اليوم في الليل في الدار البيضاء بحضور 70,000 منتظر من جمهور الرجاء البيضاوي. سؤال في التاك وتاك، من الأقرب للتأهل، الرجاء أو الأهلي؟ سهل ياسر السؤال في الدار اللي يكون معنا بعد شوية. أنت شو تقول عمار؟ أني يودي شو خليني يجي ضدك أنا خد الزروق قال سؤال سهل ياسر. شو سهل؟ شو أسهل سؤال وأسهل موضوع تاك وتاك من اللي بديت سبورت في 4 سنين. كان ياسر لعبنا الرياضة كان خدهم 70,000 اثنين بواحد اللعبة في أي خلنا نبدأ معاك 70,000 وتقول لي سهله كيفاش شكون باش يتاهل؟ انا من الاقرب للتاهل. انا ما نعرفش عمار اش باش يقول، باش نزيد ضد عمار طبعا. باهي اوكي، الرجاء ولا الاهلي؟ عمار جمل الاجابه على السؤال هذا. 40 ثانيه 3-2-1 توب كرونو. شوف كما قلنا نحكي وصعيب برشا انك نجم تتكهن بمقابله معنا وفيت في الذهاب 2-1 وفي مصر ومع شكون الاهلي والرجاء. بصراحه زوج فرق كبار، لكن اني باش نقول لك نجم نقولوا باش نحط الاهلي المصري يترشح، خاطر الاهلي المصري عنده الثقافه نتاع كاس افريقيا، عنده الثقافه نتاع الانتصارات، يعرف يجري خاصه ويعرف يخرج من المواقف هذه، وخاصه كي تبدا 2-1 ولا 1 بلاش باش تلعب مقابله صعيبه ولا مصيريه. الاهلي المصري حسب رايي مستانس بالوضع هذا ويعرفوا كيفاش يخرج معناها من المقابله. يعني الاهلي باش يترشح؟ اكيد الاهلي باش يترشح، باعتبار انه عمار قال الاهلي باش يترشح اوتوماتيكمون سمير باش يقول الرجاء هو اللي باش يترشح. دونك نفهموا علاش الرجاء باش يترشح. 3-2-1 تبكرونو. شوف اذا كان الرجاء باش يلعب بالكيما في نفس المستوى الشوط الاولاني اللي لعبوا في القاهره، ما عنده حتى شانس باش يربح الاهلي. راهو كان في حاله تعيسه، مش نقول لك دوزيام ميتون تحسن شويه رغم النقص العددي. اذا كان الرجاء يلعب القيمه الفنيه نتاعو مع دعم الجماهيري ولا عنده حظوظ كبيره، خاصه انه الاهلي المصري يعرف ضغوطات ويعرف كذلك ضعف كبير على مستوى الدفاع الكل، الشناوي فقط اللي في المستوى، الباقي الكل ضعاف. الاهلي المصري اذا كان مش يضيع الاهداف اللي يضيعها في القاهره، سامحني عاد تقول له ما ترشحش خير، راهو ضيع برشا اهداف. دونك الماتش ماهوش سهل بكل، حتى الجول نتاعهم الزنيتي عمل مباراه الزنيتي ولا اروع. الافضليه للرجاء حسب اعتقادي باعتبار انه الاهلي سنة عام كامل تقريبا ما ورى حتى شيء، سنة عام كامل كل مقابلته بالسيف. صحيح. دونك الافضليه للرجاء مع اخذ العين الاعتبار للفار والتحكيم وغيره. صحيح، نحن نشوف مباشرة للمغرب زميلنا وصديقنا محمد الميغودي ناقد والصحفي الرياضي، ناخذ الأجواء مباشرة من الدار البيضاء. مساء الخير، أهلا وسهلا، رمضانك مبروك وعيدك مبروك يا سي محمد. أولا رمضان مبارك سعيد إليكم هنا في القناة وإلى كل الأشقاء التونسيين الأعزاء وإلى كل الأمة الإسلامية. أنا شخصيا أقول لكم استمعت إلى حواركم، استمعت إلى نقاشكم، وكثير من الأمور وكثير من المعطيات التي ستتحكم في ذكاء اليوم. أكيد أن فريق الرجاء الرياضي منقرص من أفضل مدافع له هذا الموسم الرياضي هو اللاعب الهدود الذي حصل على الورقة الحمراء، وأيضا هو منقرص أصلا من سوء تدبيره لانتدابات اللاعبين الأجانب. وأعتقد أن هذه هي من أهم النقائص الآن الموجودة داخل فريق الرجاء الرياضي. لقاء قوي وقوي جدا. أعتقد أن النقطة الإيجابية الوحيدة الآن أمام فريق الرجاء الرياضي، الامتياز الكبير أمام فريق الرجاء الرياضي، هي المدرجات. الأكيد أن المدرجات تعيش زلزالا حقيقيا هذه الأمسية، وهي إليها جماهير الرجاء الرياضي رغم ما تعرضوا إليه من تعديل من طرف إحدى الشركات المنظمة. فريق الرجاء الرياضي اليوم سيكون أمام لقاء قوية، أمام لقاء مصيري، أمام لقاء يمكن أن نقول أنه من أقوى لقاءات هذا الدور. والدليل على ذلك هو أن فريق الرجاء الرياضي في لقاء الذهاب في الجولة الأولى لو استثمر فريق الأهلي المصري كل الفرص المتاحة إليه ولولا تألق الحارس الزيتي لكانت النتيجة كارثية. أتمنى من رشيد الطوسي المدرب الحالي لفريق الرجاء الرياضي أن يركز كثيرا 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 على فريقه، على تفاصيل فريقه، وأيضا على نقاط القوة ونقاط ضعف فريق الأهلي المصري. الرجاء سيكون في مواجهة أمام فريق تعود على الإقصائية الإفريقية، تعود على مثل هذه اللقاءات، وبالتالي أنا أقول في ختام هذا النقاش والمداخلة المتواضعة معكم أقول هو لقاء ليس في متناول فريق الرجاء الرياضي كما نتوقع، ولكن هو لقاء
قوي وقوي وقوي جدا. هيت نتجاوزوا جوانب الفنية سيد محمد، نحكيه على المباراة، على أجواء المباراة. ثم مشاحنات بين ظفرين، ثم كلام وحرب أعصاب صارت طيلة الأسبوع الفارط في علاقة بالفار. شفنا بلاغات رسمية من الرجاء البيضاوي المغربي، شفنا رد فعل رسمي كذلك من الأهلي المصري، شفنا الجماهير وردود فعلها في السوشيال ميديا. كذلك البارح تم الحديث مع شناوي في الندوة الصحفية حول أهمية الحضور الجماهيري، قال نحن مستنسين انه نلعب قدام 70 و80 ألف، فجمهور الرجاء ماهوش باش يهبط، هو يلعب يسجل اهداف. هنية الاجواء المشحونه قبل المباراه منذ لقطه الفار الى المباراه اليوم العشيه، هل ستؤثر هنا؟ كيفاش يعيش الشارع المغربي المباراه في علاقه بكل معطيات هذه؟ شوف حبيبي، انا اقول لك بان موضوع الفار هو موضوع اصفى عليه الطابع العالمي، يعني كل القنوات العالميه، كل الاذاعات العالميه، كل المواقع الالكترونيه العالميه تحدثت عن تلك الفضيحه، يعني فضيحه امتياز، فضيحه لا تشرفنا كافارقه، لا تشرف كره القدم الافريقيه بغض النظر سواء كان مع المنتخب، مع الفريق المصري او فريق اخر. يعني ضربه جزاء بذلك الخيال، بذلك الشرب التحكيمي، اعتقد بانها يجب ان تدان حتى من طرف الاشقاء المصريين داخل مصر. هناك ايضا من قال ومن ندد بمثل هذا الخطا التحكيمي الفادح، ولكن بالمقابل ايضا لابد، وهذا موضوع مهم جدا في العالم العربي، لابد ان تجد بعض المتعصبين من هنا وهناك ويريدون الدفاع حتى ولو في سوء التحكيم او حتى على بعض الاخطاء التحكيميه. ولكن بالمقابل كل ذلك، ان اعتقد ان كانت خطوه ممتازه جدا جدا من مكتب الرجاء الرياضي، هم انهم اتصلوا مع اشقائنا المصريين ووضعوا رهن اشاره كل ما يمكن ان يطلبه الفريق المصري. انا اعتقد ان اللقاء بطرف جمهور الرجاء الرياضي، اقولها للامانه، سيكون مزلزلا بكل امتياز، ولكن انا متاكد ان لا يكون هناك اي توتر مع اشقائنا المصريين، سيشجعون فريقهم، سيدعمون فريقهم، سيرفعون مساجات وشعارات ضد التحكيم الافريقي وضد الاتحاد الافريقي وضد الفار، ولكن لا اعتقد ان ذلك سيمس العلاقه بيننا وبين الاشقاء المصريين، كما وقع في الكثير من اللقاءات بيننا وبين اشقائنا التونسيين، بين التونسيين والمصريين غير ذلك. الامر يجب ان ينحصر في طرف الصراع، طرف الصراع. انا بالنسبه الي طرف الاصطدام مع الجزاء، مع الرجاء الرياضي، كان هو بالتحديد الفار والمسؤولين عن الفار والتحكيم الافريقي وليس المصريين. انا متاسف جدا لبعض التوترات، لبعض التشنجات من هنا وهنا من طرف المتعصبين، ولكن الاجواء العامه لن تكون ضد الاشقاء المصريين بالمره. يعطيك صحة الأستاذ محمد الميقودي، ناقد وصحفي الرياضي، مقرب من أجواء وكواليس الرجاء البيضاوي. شكرا على المداخلة وشكرا على التفاصيل هذه الكل. نكمل الحصة متاعنا، الترجي لو يتأهل يساعدوا الأهلي وإلا الرجاء؟ الحقيقة سمير نفس السؤال شو يسألوا العمار، شبيه الناس اللي متاعك صعب اليوم انت كهو يا تخلتنا في علم الغيب يا أخويا متفهمين، عطينا التربح من بعد. لو تأهل معناتها، لو تأهل تونا نحكي على الرجاء والأهلي، ما خاطر نلعبوا مع الترجي. وبدون معناها مجاملة، الترجي حاليا اليوم أفضل من ستيف، أفضل من رجاء، وأفضل من الأهلي المصري. من الأهلي زيدا؟ أي أفضل. شكون اللي أفضل من الترجي حاليا؟ الوداد وسان داونز. ليه؟ وسان داونز. أنا نعطيك حسب رأيي. أي حسب رأيي. الوداد، سان داونز، إسبرانس، ثلاثة ثم يجيو تقعد من بعد الكرة فيها. فيها معناها ماتشوات وفيها ظروف وفيها حظ وفيها برشا حاجات، لكن كقوة قوة ما نتكلمش على أهلي وتاريخه، نتكلم على أهلي السنة الحاضر. السنة ومش ماتش ولا اثنين، موسم كامل، موسم كامل من بدايته إلى اليوم متذبذب، متذبذب الحقيقة، وموش مقنع، ومر من مجموعات بصعوبة، مع الرجاء بصعوبة، في الدوري المصري كذلك عنده بعض الصعوبات. فبالتالي نقول أنه إذا كانت عدى ترجي يقعد ماتش ديما صعيب كسوة الأهلي ولا الرجاء، لكن أفضلية ديما للترجي مع الانتباه، انتباه أبارتين من اليوم، اليوم ماهيش مربوح راهي مازال. فوالا، معناتها لو تأهل الترجي بو أمبورتيجي الأهلي ولا الرجاء، بالنسبة لك أنت ما يفرق شوف وجهة النظر ولا زاد في علاقة بويداد وسان داونز؟ والله شوف، أكيد اللي تبع رابطة الأبطال يعرف أنه سان داونز والوداد حاليا من أفضل ما فهمها بصراحة، لكن اللي يحب يهز رابطة الأبطال الإفريقية ما يلزموش يشوف لا الرجاء ولا الوداد ولا سان داونز ولا الأهلي. الترجي الرياضي التونسي كيف كيف معناه تحبه ولا تكره، في السنوات الأخرى معناه عنده ولا
فريق معنا كيما الاهلي المصري عنده الثقافه نتاع الانتصارات، يعرف وقتاش يخرج خاصه من الازمات، ونعرفوا معنا الترجي الرياضي التونسي في قداش من مقابله معنا كان قلب الطاوله على المنافسين نتاعو. لكن باش نمشي في السؤال نتاعك، لاني باش نقول لك بصراحه الرجاء افضل يجي للترجي الرياضي التونسي، خاطر الاهلي المصري كنا بكري نحكيو انه نادي عنده الاكسبيريونس، نادي يعرف وقتاش يفوز، نادي حتى كي يبدا عندك يبدا عنده برشا مشاكل ولا تفوز عليه في ملعبه يعرف كيفاش يفوز عليك في ملعبك. ولذا الترجي الرياضي التونسي نتصور بيان سور اذا كان اليوم يتاهل، ونتمناه انه يتاهل، يكون معناها المنافس نتاعو اللي هو الرجاء البيضاوي. ملاحظه في ساعة في ساعة حتى كي يبدا فريق اقل فنيا نوعا ما، دور المدرب باش يكون دوره كبيره، فأقل فنيا بما معنى معناها تحط الترجي والأهلي، نقول لك الترجي أرفع مستوى، لكن هنا وقت خدمة مدربين ينجم مدرب فريقه أقل فنيا ولكن بخطة تكتيكية بتغييرات نجم يقلب الطرح الكل، فهنا خدمة متاع مدربين كذلك لازم ناخذوها بعين الاعتبار. الملعبية والمدربين والانتدابات، خاطر ماتشوات هذوما الترشح المباشر راهو المدربين عندهم قيمة. رابط الأبطال في أكيد في حاجة للناس كل حتى الرئيس النادي الستابيليتي والشريك اكيد كل شيء بيان سور في رابطه الابطال، انك في حاجه للناس كل من المدربين. انت هزيد عام 2007 وتعرف ما 2007 اخويا ما فماش حتى شيء خلينيها للصدفه، وقت صغير اي عمره 14 سنه ولا 13 لا 14 سنه يلعب مينيم هزوف سينيور عمري 19 سنه اخويا بالكل يهز رابطه ابطال. مواز ادريس يا اخويا ما خلاش حتى حاجه للصدفه، حتى مارشون ما خلاش حتى شيء للصدفه، مارشون ما خلى حتى شيء بعد، ولا البسكوله ماشي الديناري والبرميله باشي في الاخر. ولا يعطيك صحه عمار، يعطيك صحه سمير، شكرا الناس الكل كنتوا في المتابعه. بون ويكاند ان شاء الله، بالتوفيق لمواطن كرة قدم التونسية في رابطة الأبطال. غدا ملتقاكم مع سبور ماكس مع زميلي أمين جلانزن، هلا حد الموعد مع زون سبور مع حمزة المغربي مساعتين لأربعة متاع العشيات. على خير، شاية طيبة. باش يكون الفطار اليوم في مدينة الكيف وين تسمعوا EFM على 103.9 مع 7.11 دقيقة، والمساك في الكيف باش يكون مع ماضي 3.54 دقيقة. شاية طيبة للناس الكل. EFM ميتيو. مرحبا.